وبالمقابل أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 39 أسيرا بينهم 24 امرأة و15 طفلا في صفقة تبادل ضمن اتفاق للهدنة الموقع برعاية مصرية قطرية أمريكية. وأفرجت قوات الاحتلال عن عدد منهم من سجن عوفر العسكرية غرب رام الله ومن معتقل العسكوبية في القدس المحتلة، وأقامت حافلات ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل الأسرى المفرج عنهم ووصولهم إلى الأراضي الفلسطينية.